اللي في الصورة دي اسمها داليا ديبليتو، أمريكية من أصول مصرية، تاخد أوسكار أحسن ممثلة في الإجرام وصاحبة أكبر قضية في الولايات المتحدة الأمريكية. 2008 داليا تتعرف على مايكل في فلوريدا، وهي من أصول مصرية لكنها عايشة طول حياتها في أمريكا. معروف عنها الذكاء والطمع، ومايكل معروف عنه النصب والاحتيال، لكن الموضوع كان أكبر من كده بكتير. داليا تعرفت على مايكل في نهاية 2008، وفي الفترة دي كان مايكل عنده مشاكل كتير مع مراته وقرر إنه ينفصل عنها، ده غير إنه كان مسجون في قضية نصب واحتيال على ناس كتير كان بيوهمهم انه مستثمر ويقدر يكسب فلوس كتير، ده غير انه كان مدمن للمخدرات. لكن حياته اتغيرت للأحسن بعد ما اتعرف على داليا، وخلال 4 شهور داليا ومايكل اتجوزوا. والحقيقة ان مايكل اتغير خالص بعد دخول داليا في حياته، ونقلوا في بيت جديد في فلوريدا علشان يتجوزوا فيه. وبعد 2 شهر من جوازهم الثقة بينهم بقت عالية جدا، ومايكل كان بيثق وبيحب داليا جدا، فقعد معاها وقال لها انه يمتلك 280 ألف دولار في البنك، وانه بيفكر يستثمرهم في مشروع اشتغلوا فيه هما الاثنين ويحققوا مكاسب كويسة. وداليا اتصدمت لانها ما كانتش متخيلة ان مايكل يمتلك المبلغ ده في البنك. وبعد 2 شهر فوجئ مايكل ان الشرطة جاياله على البيت علشان متقدم ضده بلاغ انه بيتاجر في المخدرات. ومايكل قعد يأكد لهم انه بطل تماما سواء التعاطي او الاتجار، لكنهم اكدوا له ان البلاغ ده بيأكد ان في مخدرات جوه البيت. دخلت الشرطة علشان تفتش البيت لكن ما لقيتش فيه اي حاجة. وبعد ما الشرطة خلصت تفتيش البيت اكدت لمايكل ان في بلاغات كتير متقدمة ضده انه بيتاجر في المخدرات. فداليا قعدت معاه وقالت له ان غالبا اللي بيقدم فيه البلاغات دي واحد من الناس اللي تضرروا منه في قضايا النصب والاحتيال اللي كان مسجون فيها. وبعد 2 شهر من الواقعة دي فوجئ مايكل وهو ماشي في الشارع بان الشرطة بتوقفه بان في بلاغ تاني ضده بان معاه مخدرات في العربية، فوقفوه وطلبوا تفتيش العربية. مايكل نزل من العربية والشرطة فتشت العربية كويس جدا، لكن برضو ملاقوش اي حاجة فأطلقوا سراحه. وداليا كانت طول الوقت بتأكد له ان اكيد اللي بيعمل فيه البلاغ ده الناس اللي تضررت منه. وبعد مرور 2 شهر من الواقعة دي داليا بتخرج الساعة 6 الصبح علشان تروح على الجيم، وتفاجأ بالساعة 11 الصبح ان الشرطة بتتصل بيها وبتطلب منها انها ترجع على البيت فورا. توصل داليا على البيت علشان تلاقي عربيات شرطة كتير واقفة محوطة المكان، ويظهر عليها علامات التوتر والخوف من المنظر اللي هي شايفاه، علشان يستقبلها ضابط شرطة ويبلغها بكل أسف ان مايكل جوزها مات، وان في شخص دخل عليه البيت وضربه بالرصاص وهرب. داليا تنهار تماما ومش مصدقه اللي حصل. والشرطة تسأل داليا تتهم مين، فقالت لهم انه كان ليه اعداء كتير جدا وكان في بلاغات كتير بتتقدم ضد مايكل الفترة اللي فاتت بتتهمه انه بيتاجر في المخدرات، وانه كان مسجون في قضية نصب، فاكيد حد فيهم حب ينتقم منه فقتله. فالشرطة تطلب من داليا انها تتحرك معاهم من المكان علشان يكملوا التحقيقات. داليا تطلب من ضابط الشرطة انها تدخل البيت علشان تشوف مايكل لاخر مرة، فضابط الشرطة يرفض لان مايكل كان شكله صعب جدا تحديدا بعد ما اتضرب بالرصاص. توصل داليا مقر التحقيقات والضابط يعيد عليها السؤال تاني، تتهم مين يكون قتل مايكل؟ وداليا ترد بنفس الاجابة انه مايكل له اعداء كتير وهي مش قادرة تحدد مين فيهم اللي ممكن يعمل في مايكل كده. وطول الوقت وهي قاعدة كانت منهارة وعمالة تعيط مش مصدقة ان مايكل مات. فضابط الشرطة يسألها عن كاميرات المراقبة اللي موجودة جوه البيت او خارج البيت. فداليا ترد عليه تقول له ان الكاميرات كلها عطلانة، وان مايكل وداليا ما كانوش بيقولوا لاي حد وكانوا دايما بيبلغوا الناس ان الكاميرات شغالة، لكن هما الاتنين كانوا عارفين ان الكاميرات عطلانة. وبعد شوية ضابط الشرطة يدخل شخص على داليا وهي قاعدة في غرفة التحقيقات، ويقول لها ان ده واحد من المشتبه فيهم اللي لقوه بيحوم حوالين المكان، وان في ناس شافوه الصبح كان داخل البيت بتاعهم. داليا اول ما بتشوف الشخص ده بترتبك جدا، لكنها بتقول للضابط انها ما تعرفوش خالص، لكن الشخص ده يقول ان هو يعرف داليا كويس وان داليا هي اللي طلبت منه ان هو يروح على البيت علشان يقتل مايك.
عليكي. وداليا تنكر كل كلمة الراجل ده قالها وتتهمه بالكذب، لحد ما داليا تتفاجئ ان الباب بيتفتح وبيدخل عليها مايكل. مايكل طلع عايش وطلع عارف مين اللي مدبر الموضوع ده كله. داليا هي اللي عملت كده من الاول. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ داليا لأنها طماعة وذكية، أول ما عرفت إن مايكل يمتلك 280 ألف دولار في البنك قررت إنها تتخلص منه علشان هي اللي تستفيد من كل المبلغ ده، لأن القانون الأمريكي بيقول إن الزوجة بتحصل على كل ممتلكات الزوج في حالة وفاته. فقعدت تفكر إزاي تتخلص من مايكل وفي نفس الوقت ما يكونش عليها هي أي ضرر. فبدأت الأول بتقديم مجموعة من البلاغات في مايكل إنه بيتاجر في المخدرات علشان توهم مايكل وتوهم رجال الامن ان مايكل له اعداء كتير. وداليا كان ليها صديق من زمان جدا مرتبطه بيه اسمه محمد شهادي، اتصلت بيه وقالت له انها على خلاف مع مايكل طول الوقت، وعرفته ان مايكل يمتلك مبلغ مالي كبير وطلبت منه ان هو يقتل مايكل بالسلاح الشخصي بتاعه، واول ما مايكل يموت هتاخد الفلوس ويهربوا هما الاتنين ويتجوزوا. محمد شهادي اول ما سمع منها الكلام ده رفض الفكرة تماما، لكنه فوجئ بعد يومين ان داليا بتتصل بيه وبتأكد عليه الطلب تاني، وقالت له ان لو هو ما نفذش الطلب ده هي هتتصرف بطريقتها. فطلب منها محمد ان داليا تديله فرصة يومين يكون فكر في الموضوع ويشوف ازاي هيعرف يتخلص من مايكل. وبعد يومين كلمها وقال لها على فكرة القاتل المأجور، وان محمد يعرف شخص شغال كده ويقدر بمنتهى البساطة يقتل مايكل ويبقى الموضوع بعيد تماما عن داليا وعن محمد. داليا اول ما سمعت المقترح ده وافقت وطلبت منه انها تقابل القاتل المأجور بنفسها علشان تقوله على مواعيد مايكل وكل التفاصيل الخاصة بيه. فداليا راحت تقابل القاتل المأجور او بالاصح ضابط الشرطة المتخفي، لان محمد لما لقى داليا مصرة على قرار القتل راح بلغ الشرطة ان داليا عايزة تعمل كده، ولان الشرطة ما عندهاش دليل قوي ضد داليا فاقترحت على محمد فكرة القاتل المأجور. واتفقت داليا مع الراجل انها هتقابله في مكان بعيد علشان تقوله على كل التفاصيل. الشرطة جهزت العربية بكاميرات واجهزة صوت علشان يسجلوا اللقاء كامل، واول ما قابلت القاتل المأجور وبدأت تحكيله على كل التفاصيل طلب منها 1000 دولار تحت الحساب علشان يشتري السلاح اللي هينفذ بيه الجريمة، وبعد ما يخلص الجريمة هيتخلص تماما من السلاح ده، وانه بعد ما يخلص جريمته تماما هياخد منها 5000 دولار. وداليا وافقت على العرض ده. وفي يوم الجريمة الصبح وداليا رايحة على الجيم، القاتل المأجور او ضابط الشرطة اتصل بيها وقال لها انه هينفذ جريمة القتل في نفس اليوم. فداليا فرحت لانها اخيرا هتتخلص من مايكل. وفي نفس الوقت الشرطة وصلت على بيت مايكل، ومايكل في الاول افتكر ان الشرطة جاية تفتش تاني على المخدرات، لكن الشرطة بلغته انه هيتعرض النهاردة لجريمة قتل، وفرجته على كل الفيديوهات والتسجيلات داليا وهي بتتفق على قتل مايكل. مايكل اتصدم ان داليا بتفكر كده لانه فعلا بيحبها جدا، لكنه وافق على طلب الشرطة في استكمال التمثيلية علشان يكملوا كل الادلة. والمشتبه فيه اللي الضابط دخله على داليا في اول التحقيقات هو القاتل المأجور او الضابط المتخفي، وعشان كده داليا توترت جدا، وتوترت اكتر لما عرفت ان الشخص ده شغال ضابط شرطة. محاكمة داليا استمرت لسنين واخدت حكم 20 سنة لتحريضها على القتل، لكن الغريب ان طول التحقيقات داليا وفريق المحامين بتوعها كانوا بيأكدوا ان كل اللي حاصل ده مجرد تمثيلية بين مايكل جوزها وبين محمد صديقها بالتعاون مع الشرطة علشان يقدموا برنامج ترفيهي للناس، وهي كانت بتشارك في العمل ده. وخلال المحاكمات مرات قليلة جدا اللي يظهر على وش داليا الندم، لكن الطمع يعمل اكتر من كده، ولو حد فاكر ان الذكاء ممكن ينفع في تنفيذ جريمة يبقى غلطان. سلام عليكم.